طيب يبقى كيو سنسور والكيو ريتد اللي كنا كل شويه معرفش مربع
كل ان داخل له ما اعرفش فيهم سنسر وفيهم ليتنس والسيستم التكييف وبتاع، الاثنين دول بقى احسبهم ازاي بالتفصيل. ده زي ما بقول لك ايه، ده هيبقى شيك ثلاثه ان شاء الله، ده اللي هنكمل فيه بقيه السنه كلها خلاص. فده ايه، ده القصه بتاعت اللود كالكوليشن زي ما بقول لك الدكتور احمد هيبتدي معاك النهارده في الجزئيه. طيب الخطوه الثالثه هي بقى الخطوه اللي انا مهتم بيها النهارده، طبعا مش هكمل معاك كل الخطوات، يعني ايه ده يعني في حاجات كتير قوي بتتعمل، فانا بس ايه همشي معاك كده لغايه الخطوه اللي انا عاوزها اللي هي بتاعت الاير ديستريبيوشن. طيب يعني ايه قصه الاير ديستريبيوشن دي؟ قال لك كويس قوي، دلوقتي حسبت كيلو روم سنسبل مثلا للمطعم ده طلعت مثلا 4 طن او مثلا طلعت مثلا 20 كيلو وات ولا 30 كيلو وات، اعمل بيهم ايه بقى؟ قال لك مش احنا اخذنا قبل كده ان كيلو روم سنسبل دي او كيلو روم ليتنس خلاص؟ ممكن ان انا عن طريق معدل الام دوت دلتا اتش خلاص؟ ممكن اطلع منها الايه؟ الدراي اير سبلاي بكام؟ خلاص؟ طيب وبعدين؟ قال لك نطلع بعد كده من الكلام ده الفوليوم ريت بتاع السبلاي. طيب هو ده اهم نقطه اخش بيها على قصه الايه؟ الاير ديستريبيوشن. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان انت دلوقتي حسبت اللود بتاع المكان، خلاص؟ طيب اللود بتاع المكان طلع برقم معين، من الرقم ده اقدر اطلع الفوليوم فلوريت بتاع السبلاي. يعني ايه الفوليوم فلوريت بتاع السبلاي؟ يعني كميه الهواء اللي انا الهواء الساقع اللي انا محتاج ارميه في الغرفه دي عشان تحقق الكونديشنز بتاعت التبريد اللي انا عاوزها، خلاص؟ طيب ازاي هرمي الهواء ده؟ قال مثلا مكان زي اللي احنا قاعدين فيه ده، قام جاي فاتح فتحه هنا ورامي كل الهواء بتاعي؟ لا ليه؟ تاني دلوقتي احنا مكان اهو السكشن اللي احنا قاعدين فيه قلت لك هكيفه، طلع الفوليوم فلوريد بتاع السبلاي برقم معين، فاتح فتح هنا ومركب جهاز التكييف ورامي كل الهواء من هنا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ طيب هو ينفع كثيوريتيكلي كتكييف؟ اه ينفع خلاص؟ لكن اكشوال برفورمانس للسيستم ده هيبقى بايظ خالص. ليه؟ اول حاجه الناس اللي هتبقى قاعده قريبه من المنطقه دي هتبقى ايه؟ متلجه خلاص، والناس اللي في اماكن ثانيه هتبقى مش حاسه بالايه؟ بالبروده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت هتبقى عامل نون هوموجينيتي في التمبرتشر بتاعت المكان، التمبرتشر بتاعت المكان حته ساقعه وحته سخنه وهكذا. خلاص. ثالث حاجه ان انت لو دخلت كميه الهواء كلها في مكان واحد هتضطر تدخل كميه هواء ايه؟ كبيره قوي، فتعمل لك صوت عالي وانت ايه؟ بتدخلها وتبقى ايه؟ بيعدي هنا يطير من قدس الهواء اللي معدي، خلاص؟ ما ينفعش. فلازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ اير ديستريبيوشن. يعني ايه اير ديستريبيوشن؟ قال لك اول حاجه في الاير ديستريبيوشن دي ان انا بختار الاير اوتلتس. طيب يعني ايه اير اوتلتس؟ قال لك الاير اوتلتس دي اللي هي مخارج الهواء. تيجي مثلا تقول ايه؟ تيجي تقول مثلا ادي المطعم بتاعي ده هقسمه لاريات صغيره كده واقول ان انا هحط مثلا مخرج هواء هنا ومخرج هواء هنا ومخرج هواء هنا ومخرج هنا ومخرج هنا ومخرج خلاص؟ يبقى قسمت المكان بتاعي، تخيل المكان اللي احنا قاعدين فيه ده دلوقتي قسمته ست مربعات وحطيت في كل نص مربع ايه؟ اير اوت خلاص؟ الاير اوت ده بس عشان تبقى انت متخيل انواع كتير طبعا خلاص؟ احد الانواع بتاعته النوع اللي بتركب المدرجات عندنا مثلا مدرج 1 2 3 4 اللي هو السكوير ديفيوز خلاص؟ حد عارف الشكل ده؟ السكوير ديفيوزر ده اللي هو هتلاقيه بقول لك متركب في الايه؟ مدرج 1 2 3 4 خلاص. على فكره في المعمل بتاع التبريد لو حد عاوز يبقى يروح اي وقت يتفرج عليه هتلاقي ستاند كده محطوط فيه كل انواع الديفيوزرز اللي ممكنه خلاص، عشان لو عاوز تتفرج على شكلها بيبقى عامل ازاي خلاص. طيب في الشكل الثاني اللي هو بيبقى الشكل ده ايه؟ اللي هو بنسميه الراوند ديفيوزر، بيكون مدور كده وكله حلقات دوائر ايه في الشكل ده خلاص. طيب دول الاثنين دول بسميهم سيلينج ديفيوزر. يعني ايه سيلينج ديفيوزر؟ يعني راكبين في الايه؟ في السقف خلاص. طيب في انواع ثانيه زي جريل خلاص، الجريلا دي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى عامله كده بس دي ما بتركبش بقى في السقف، بتركب في الجنب. يعني ايه في الجنب؟ يعني مثلا بيجي في حته مثلا فيها سقف ساقط ولا حاجه يعمل لك مثلا جريلا في المنظر ده كده فوق هنا، فوق تزق الهواء ايه؟ كده. يبقى الجريلا دي بتزق الهواء في الدايركشن بتاع الهوريزونتال ده، لكن السيلينج ديفيوزر ده بيزق الهواء ايه؟ لتحت خلاص؟ طبعا مش بيزقه دايركت لتحت، بيزقه ايه؟ بطريقه كده موازيه للحيطه. كلام الناس اللي هتخش في التفاصيل دي بتاعت المشروع هتدرس الافكتس كلها بتاعت ايه؟ بتاعت الديزاين بتاع الكلام خلاص؟ طبعا انت كديزاينر تكييف عندك اوبشنز كتير قوي من الاير اوتلتس دي، بتختار اي انهي نوع على انهي نوع على حسب طبعا الابلكيشن وعلى حسب كل واحد ليه مزايا وعيوبه، ده على حسب الايه الخبره بقى بتاعت ايه بتاعت الديزاينر نفسه هو اللي بيختار، بس مفيش حاجه صح 100% في كل الاحوال ولا حاجه غلط 100% في كل الاحوال خلاص. طيب
بتيجي بعد كده بعد ما اخترت من خارج الهواء خلاص بتقوم عامل ايه؟ بتيجي بقى تقول مثلا ان انا هركب للمكان ده جهاز تكييف خلاص؟ طيب مكان زي ده هو مكان كبير ما ينفعش ان انا اركب جهاز التكييف بتاعه جوه هنا، فبيبقى عندي حاجه في المشروع دايما اسمها الماشين روم. الماشين روم دي غرفه بيتحط فيها كل المكن بتاع التكييف وكل الكنترول بوكسز بتاعت الكهرباء والحاجات الايه الحاجات اللي هي اليوتيليتيز اللي شغاله هناك. فتيجي تحط هنا مثلا جهاز تكييف. طيب طبعا جهاز التكييف المحطوط هنا ده مش زي جهاز التكييف بتاع البيت كده حاجه سبليت ولا حاجه، لا ده بيكون حاجه خاصه بنسميها اير هاندلنج يونت. خلاص طيب يعني ايه اير هاندلنج يونت؟ قال لك الاير هاندلنج يونت دي عباره عن جهاز، الجهاز التكييف ده بيكون فيه سكشنز. اعتقد ان انا شرحت المره اللي فاتت كده بسرعه وقلت لك ان الاير هاندلنج يونت دي تكون سكشنز، وانا اللي كديزاينر بختار السكشنز دي يكون فيها ايه. لو انا في الصيف على الاقل لازم يكون في سكشن اسمه ايه؟ الكولينج كويل. خلاص طبعا بيبقى فيها سكشن بتاع المروحه وسكشن بتاع الفلاتر. خلاص السكشن مثلا ممكن احط سكشن اير ووشر سكشن اي حاجه بقى. خلاص طيب المهم يعني ان المكنه بتاعه الاير هاندلنج يونت دي بتطلع لي هواء ايه؟ بتطلع لي هواء ساقع. طيب بعمل ايه انا في الهواء الساقع ده؟ انا باخد الهواء الساقع ده بمسار للهواء. مسار الهواء ده شكله عامل ازاي؟ قال لك الشكل اللي هو بتاع الصاج اللي بيكون متركب في اي مشروع اللي هو بيبقى شكله ايه؟ صاج كده بالمنظر ده. خلاص طيب الصاج ده اللي هو عباره عن هو اللي انا بسميه ايه؟ بسميه الدكت بتاع الهواء او السبلاي دكت. طيب بعمل ايه السبلاي دكت ده؟ قال لك بتاخد السبلاي دكت ده، طبعا كل السبلاي دكتس دي ماشيه فين؟ في السقف الساقط بتاع المكان انت مش شايفها بعينك. خلاص طيب بتمشي في السقف بتاع الاماكن بتاعه المشروع مثلا ولا حاجه، وتيجي بقى انت مطالب ان انت بالسبلاي دكت ده توصل بهواء لكل المخارج بتاعه الايه الهواء بتاعك. فتيجي بقى تعمل ايه؟ تعمل كده واصله بالمنظر ده، واصله بالمنظر ده، واصله بالمنظر ده، وهكذا لكل ايه لكل المشروع لكل المخارج بتاعه الهواء بتاعك. خلاص طيب يبقى اصبح كده ان انت وصلت الهواء الساقع اللي انت جربته خلال حاجه اسمها السبلاي دكت. السبلاي دكت ده وصل للايه؟ وصل للبرانشز بتاعه الاير اوتلتس عشان توصل الايه؟ توصل كل الهواء لكل الايه؟ لكل الاماكن بتاعته. خلاص يبقى انا بعد ما اخترت الاير اوتلتس بتاعتي حطيت الدكتس شكلها عامل ازاي، وبعد ما عملت شكلها عامل ازاي الخطوه بقى اللي تهمني اللي هي بتاعه الايه؟ بتاعه السايزنج. يعني ايه بتاعه الخطوه بتاعه السايزنج؟ الدكت اللي انت حطيته ده قال لك الدكت اللي انت حطيته ده ابعاده هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هختار البعد ده شكله عامل ازاي؟ او شكله اصلا هيبقى عامل ازاي؟ هل هيبقى مدور ولا مربع ولا مستطيل ولا الحاجات دي كلها؟ طيب فهي دي الخطوه اللي انا بتكلم عليها اللي اسمها ايه؟ الدكت سايزنج، وهو ده اصلا اللي انا مهتم بيه النهارده اللي هو القصه بتاعت ايه؟ بتاعت الدكت سايزنج. خلاص؟ يبقى تاني كده انت بتوصل من الاير هاندلنج يونت من ايه؟ السبلاي دكت. السبلاي دكت يروح برانشات يوزع الهواء في المخارج بتاعت الديفيوزرز بتاعتي، ويبقى كده ايه؟ كده انا وصلت الهواء للمكان اللي انا ايه؟ عاوز اسقعه. خلاص؟ طيب قبل ما اخش معاك في القصه بتاعت الدكت سايزنج والحسابات بتاعتها، خليني اكمل معاك كده الفكره بس بتاعت مشاريع التكييف الكبيره بتبقى يعني اديك الصوره كامله. خلاص؟ انا اعتقد ان الدكتور احمد عاصي هيخش معاك في الجزئيه دي، وهنتكلم شويه نظري على انواع السيستمز وازاي ايه الفرق بين الاير هاندلنج يونت ما اعرفش الفان كول يونت يعني ايه الشيلر ويعني ايه الحاجات دي كلها. بس انا ايه عشان بس اديتك فكره كامله يعني هكمل لك المشروع ده لو انا ايه انا عاوز اقيمه كله على بعضه كده هعمل ايه. طيب الاول بيجي بعد كده عمل الكلام ده لايه؟ للزون. خلاص بيجي يعمل الكلام ده لبقيه الايه؟ بقيه الزون. بيجي مثلا للزون بتاعت اللوبي مثلا يركب اير هاندلنج يونت ثاني. خلاص والاير هاندلنج يونت الثانيه دي تطلع منه السبلاي دكت. خلاص ويوزع الايه؟ بيوزع الهواء برضه زي ايه؟ زي ما عملنا من شويه. خلاص وهكذا مع الايه؟ مع الزونز الكبيره. خلاص يبقى الزونز الكبيره كلها هيتركب لها اير هاندلنج يونت ويتوصل لها الهواء الساقع بنفس الطريقه اللي وصلت بيها الهواء الساقع للايه؟ الغرفه الاولانيه. خلاص خلي بالك بس من حاجه ان انت كديزاينر تكييف خلاص الدكتات دي اولا زي ما قلت لك من شويه بيكون مكانها فين؟ في السقف الساقط. خلاص فمهم قوي ان انت تعرف تختار المسارات بتاعتك. اولا المسار بتاعك يكون اكتر حاجه سيمبل ممكن. يعني ايه اكتر حاجه سيمبل ممكنه؟ يعني واحد جه مثلا اختار المسار بتاعه راح عامل كده خلاص موصل للثلاثه دول وبعد كده لافف وموصل للثلاثه دول، ينفع ولا ما ينفعش؟ هي تنفع بس مشكلتها ايه؟
عمل ايه؟ طول المسار على نفسه. طيب لما يطول المسار على نفسه يبقى عامل ايه؟ هيبقى عاوز مروحه هنا تكون بتدي بريشر اعلى عشان تعرف توصل الايه؟ الهواء لغايه اخر نقطه في المسار. يعني معنى كده ان انت نفس الاوضه اللي هتكيفها ونفس كل حاجه بس باختيارك لمسار غلط ممكن تبقى زودت على نفسك فلوس في الايه؟ كانيشال كوست. اولا حجم المروحه هيبقى اكبر وكمان كرانينج كوست كهرباء هتبقى ايه؟ كهرباء هتبقى اكتر خلاص. فبالتالي بتاخد بالك من الكونسيدريشنز دي وانت شغال عشان ما تخليش المسارات بتاعتك تكون ايه؟ داخله في بعضها. ماشي. طيب حاجه كمان ركز معايا دلوقتي، انت كديزاينر تكييف ما انتش شغال لوحدك في المبنى. يعني ايه ما انتش شغال لوحدك في المبنى؟ يعني في واحد بيجي بعد كده يشتغل معاك في حاجه اسمها الفاير فايتس اللي هو الايه؟ نظام الحريق. الناس بتيجي بعد كده تشتغل في النضال خلاص. الناس بتيجي معرفش تشتغل في ايه. كل دول بيكونوا شغالين في منطقه الايه؟ سد الساط خلاص. فخلي بالك ان انت لو قعدت تمشي كده وتعمل تعابين يعني في السقف الصاد بتاعك يبقى انت كده مش بتبهدل نفسك بس كمان بتبهدل ايه؟ غيرك خلاص؟ على فكره اي حد هيشتغل في المشروع مشاريع التكييف بعد كده هيلاقي ان هو بيعاني في القصه دي. دايما في مشاكل ما بين بتاع التكييف وما بين بتاع الفاير فايتنج وما بين بتاع الاضاءه، كلهم بيتخانقوا مع بعض. ليه؟ لان هم كلهم مشتركين في المساحه دي وكل واحد عاوز ايه؟ يستغلها خلاص. وفي بتاع السباكه كمان خلاص؟ فبتلاقي ان كل واحد من الناس دي عاوز يوصل المسارات بتاعته اللي تخدم الديزاين بتاعه يبقى احسن حاجه. فدايما بتلاقيهم ايه؟ كلهم متبهدلين مع بعض. طيب حاجه كمان، مكان زي اللي احنا قاعدين فيه ده فيه مشكله رهيبه. حد شايف فيها ايه؟ معمود ده كمر خلاص. انا حبيت ان انا اقفل بسقف ساقط بوظت الدنيا خالص. ليه؟ الضغط بتاعي مش هينفع اختلط كده خلاص. ففي الاحيان دي بنعمل ايه؟ يعني في حلول كتير، احدها طبعا لو انا مشيت بضغط كده رحت نازل وطالع خلاص مش صح قوي. ليه؟ اولا النازله والطالعه دي خلاص بيبقى فيها لوسس كتير خلاص. دي حاجه. تاني حاجه انا عشان امشي كده وانزل كمان تحت الكاميرا وتخيل السقف الصاد هيبقى نازل لمده قد ايه؟ يعني هتبقى تقريبا غلطه المكان. الناس اللي ورا دي هتبقى قاعده في السقف الصاد ماشي؟ طيب فايه؟ فما ينفعش ماشي؟ فبالتالي اصلا ان حتى ياخدوا بالهم من الديزاينز دي من قبل ايه؟ من قبل ما يشتغلوا. بس احد الحلول بتاعت الكلام ده انت ممكن تقوم طالع بالدكت بره الاوضه خالص وموشيه بره وفاتح الايه؟ البرانشات داخله من الجنب خلاص. يبقى انت ايه؟ مش هتمشي المين دكت بتاعك من النص ده كده، لا هتمشيه بره وتاخد البرانشز ايه؟ بالمنظر ده. ففي حلول كتير يعني، بس زي ما بقول لك تبقى ايه؟ دايما الاوبشنز كلها في دماغك عشان تبقى انت ذكي. لان بصوا يا جماعه التكييف بالذات في الشغل في السوق ما فيهوش صح وغلط خلاص. في ديزاين احسن من ديزاين. يعني ايه؟ يعني ممكن اي حد يجي يعمل ديزاين هيكيف المكان ويسقع، بس في واحد بيبقى فاهم بيعمل لك ديزاين ذكي او بيوفر عليك بعد كده، في واحد بيعمل لك ديزاين يبهدلك بعد كده خلاص. فبالتالي يعني دايما الفكر كويس في التكييف بيفرق قوي مع الايه؟ مع الديزاينر بتاع السيستم خلاص. طيب في مشكله في الكلام ده؟ ماشي. على فكره بالمناسبه حد لو حد كده راح سي ستارز فوق خالص في الفود كورت الجديد هلاقي بعض المحلات او دلوقتي بقى ده يعني بعض الديزاينرز بيعملوا كده، بيدخل بيسيب الدكتات فوق في السقف من غير ما ايه؟ ما يحطها في سقف صاد ماشي، ويدخلها في الديكوريشن بتاع المكان خلاص. فدي يمكن حاجه من الحاجات الجديده اللي بتريح الدماغ خالص، ان هو بدل ما يعذب نفسه ويفضل يعمل ويغطي بسقف صاد بتاع، بيدخل الدكتس بتاعتك يعملها بشكل جمالي بحيث ان هو يدخلها في الديزاين او في الديكوريشن بتاع الايه؟ بتاع المكان خلاص. فدي برضه ايه من الافكار اللي بعض الناس ابتدت تفكر فيها. طيب ركز معايا. طيب خلاص خلاص. طيب جيت انت ركزوا معايا. طيب دلوقتي جيت انت اللوبيا حطيته مثلا معرفش مكنه والاسفنت حطيته مكنه، بتيجي بقى في الاماكن الصغيره اللي زي المكاتب دي قالك ما ينفعش تحط لها مكنه كبيره برضه لان اصلا المكان ايه؟ صغير. فبيتحط لها حاجه اسمها ايه؟ قالك بيتحط لها حاجه اسمها فان كويل يونت خلاص؟ الاير هاندلنج يونت هناك دي اسمها فان كويل يونت. طيب ايه الفرق ما بين الفان كويل يونت والاير هاندلنج يونت؟ قال لك الاثنين نفس الديزاين بالظبط، بس الفرق ان الفان كويل يونت بتكون اصغر، وطالما اصغر قال لك بيبقى ينفع تتركب في السقف بتاع المكان. يعني ينفع تتركب في السقف بتاع المكان؟ يعني ممكن وانا بقفل بسقف ساقط احط الايه؟ الفان كويل يونت بتاعتي، مش زي الاير هاندلنج يونت اللي عاوز انا اشيله من خاصه تتحط ايه؟ تتحط فين؟ خلاص؟ عشان اقرب مفهومك للقصه بتاعت الفان كويل يونت دي خلاص؟
هتلاقي الديزاين اللي انا هحكي لك عليه دلوقتي ده تقريبا معمول في اي اوتيل. خلاص الاوتيلات كلها الغرف بتاعتها اشكالها عامل ازاي، تلاقي كده نفس الاسطمبه دي خلاص بتكون معموله ازاي. تيجي تخش من الباب بتاع الاوضه تلاقي الحمام جنبك على طول خلاص، وبعد كده مثلا هي الدولاب ولا حاجه وتكمل. واول ما توصل كده للمنطقه اللي بيبقى فيها مثلا السرير ولا حاجه خلاص، بتلاقي ان السقف السائط حصل له ايه؟ عالي شويه، يعني معنى كده ان السقف السائط بيكون في المنطقه دي بس خلاص. ويجي بعد ما المنطقه دي تخلص يقوم طالع كده السقف يبقاش كده وتلاقيه طلع وكمل في الاوضه بايه؟ مستوى اعلى شويه. بيجي يعمل ايه في السقف السائط ده؟ قال لك بيجي يركن هنا الفان كويل يونت بتاعته خلاص. الفان كويل يونت دي بيبقى طالع منها ضغط صغير كده ومتركب على وش الشفه اللي احنا قلنا عليها دي، احنا قلنا السقف ماشي كده وبعد كده طالع ومكمل خلاص. على الوش بتاع الحته دي بيقوم مركب الايه؟ الجريلا بيطلع الايه؟ الهواء بالشكل ده خلاص؟ اللي هي الجريلا بقى اللي بيبقى شكلها زي ما اتفقنا عنها خلاص؟ هتلاقي زي ما بقول لك الديزاين ده تقريبا معمول في اغلب غرف الاوتيلات، ايا كان الاوتيل غرفته كبرت صغرت هتلاقي في الاخر يعني بيدور حوالين الايه؟ الفكره دي. ان هو بيخش من الباب حته سقف ساقط يحط فيها الفان كويل يونت، الفان كويل يونت تضخ الهواء الساقع ايه للاوضه عن طريق جريلا متركبه على الوش بتاع فرق ايه؟ فرق السقف الساقط خلاص؟ فتلاقي الكلام ده زي ما بقول لك ايه بيتكرر كتير قوي. يبقى ايه الفرق ما بين الايه لاندنج يونت والفان كويل يونت؟ الفان كويل يونت ينفع تتحط في السقف بتاع الايه؟ بتاع المكان. طيب بيجي بقى يركب هنا فان كويل يونت وهنا تحت ثانيه وهنا واحده ثالثه وهكذا. طيب اللي نفس يعني بقى ممكن يركب فان كويل يونت كبيره هنا ويوزع بيها ضغط يمين وشمال خلاص. بس الفان كويل يونت مش زي الاير هاندنج يونت ينفع تديها بقى بلانشات وستة سبعة ديفيوزرز، لا ماكسيمم ثلاثة أربعة خلاص ما ينفعش. بس الفرق إن الفان كويل يونت ينفع صغيرة ينفع تتركب في سقف المكان. في بعض الناس بتعمل كده. باشمهندس بيسال سؤال كويس، الراجل ده بيسال سؤال كويس بيقول لك ايه؟ طب انا رايح دماغي واجي مثلا في المكان بتاع الريستورنت ده واحط كله فان كويل يونت صغيره. في بعض الديزاينرز بيعملوا كده خلاص. انا شخصيا مش بحب الديزاين ده ليه؟ لانك بتبقى عندك في مثلا لو حصل عطل في المكنه بتاعه التكييف في الزون الكبيره دي خلاص. انا احتكيت بالكلام ده في بنك قبل كده خلاص. البنك قعد حوالي مثلا شهر ولا حاجه حاطين سلالم في وسط البنك عشان يفتحوا السقف الصاد ويطلعوا يشتغلوا في الفان كويل يونتس والبنك شغال خلاص. فبالتالي انت عملت ايه؟ انت لو حاجه باظت هتضطر تفتح في المكان نفسه عشان تصلح الايه؟ العطل. لكن ميزه ده ان المكان الاير هاندنج يونت في ماشين روم ثانيه خالص لو حصل فيها اي عطل هتروح للمكان ده ايه تصلح فيه. لكن مشكله الفان كويل يونتس كتير كده ان انت بتملى السقف بتاعك بحاجات انت محتاج اكسس كل شويه ليه؟ خلاص صيانه، تغيير معرفش ايه، تغيير ايه، تشيك بتاع ايه، الحاجات دي كلها. فعلى حسب بس صح مش غلط يعني في بعض الناس بتشتغل كده فعلا ماشي. بس هي بتفرق زي ما بقول لك التكييف ما فيهوش صح وغلط ماشي. دي ديزاين احسن من ديزاين، مش دايما الديزاين ده الفلاني احسن من الديزاين ده، يعني ممكن يكون في الكيس دي احسن وفي الكيس دي احسن. كل حاجه ايه فاريبل على حسب الابلكيشن وعلى حسب انت عاوز ايه. طيب دلوقتي هل كده المشروع بيبقى خلص على كده؟ قال لك لا، كل الاير هاندنج يونتس والفان كويل يونتس دي في الاخر بيبقى جواها ايه زي ما اتفقنا جواها كولينج كويل. طيب الكولينج كويل بتاعها ده ما بيبقاش شغال، ده الكلام ده في المشاريع الكبيره، ما بيبقاش شغال بفريون، اصلا ما بيكون شغال بايه؟ ووتر. بيكون شغال بميه ساقعه، يعني ايه ميه ساقعه؟ يعني كل فان كويل يونت والفان كويل يونتس دي وكل اير هاندنج يونت والاير هاندنج يونتس دي بيكون داخل لها ماسوره ميه ساقعه وخارج منها ماسوره ميه ادفى شويه عاوزه ايه؟ عاوزه تسعى. فبيبقى بقيه السيستم عباره عن ايه؟ قال بقيه السيستم بيكون حاجه اسمها الايه؟ الاتشر. طيب التشيلر ده بيبقى عباره عن ايه؟ التشيلر ده هو دورة التبريد اللي احنا اخدناها الترم اللي فات. خلاص؟ طيب التشيلر اللي هو دورة التبريد اللي اخدناها الترم اللي فات ده يعني كوندنسر ايفابوريتر كومبريسر وثروتلينج فالف، بيكون ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك بيكون الايفابوريتر بتاعه متركب عليه، ما بدل ما هو الايفابوريتر زي التكييف العادي بيعدي هواء سائع على الفريون يخرج الهواء ساقع، قال لك لا بيكون بيعدي عليها ايه؟ ميه خلاص؟ فيخرج منه حاجه بنسميها التشيلد ووتر. طيب بعمل انا ايه بقى بالتشيلد ووتر دي؟ خلاص؟ خلي بالك بقى عشان دي زي ما بقول لك في خطوات ثانيه بعد الاير ديستريبيوشن، خلاص؟ بعد الاير ديستريبيوشن في كذا خطوه
احد الخطوات دي هي ان انت تصمم النتورك زي ما انت عملت النتورك بتاعت الدوكس بتاعتك، بتعمل النتورك بتاعت مواسير المايه. ايه نتورك مواسير المايه دي؟ قال لك مواسير المايه دي معناها ان انت تمسك الماسوره الرئيسيه اللي خارجه من الشبك وتوصل بيها وصله لكل ايه؟ لكل فان كوين يونت او لكل اير هاندلنج يونت عاوزه ايه؟ عاوزه مايه. خلاص؟ يبقى بتوصل لكل المشروع بتاعك اي مكنه فيها كويل ساقع عاوز يتبرد او عاوز يبرد يعني بالمايه الساقعه، بتوصله وصله المايه الساقعه دي وبترجع تاخد منه راجع تاني. خلاص؟ وتجمع الراجع ده كله عشان يرجع على الايه؟ على الشيلر تاني. خلاص؟ فبالتالي يبقى كده المشروع بتاعك ايه؟ نسبيا بقى كامل. يعني ايه نسبيا بقى كامل؟ خلاص بقت ايه؟ الدوره بتاعت التبريد بتبرد ميه، الميه بتروح للفير اندنج يونت والفان كوين يونت عشان تبرد الايه؟ السيستم دي كلها، وترجع الميه ايه؟ السخنه شويه بقى للايه؟ للشيلر عشان تبرد تاني وايه؟ وهكذا. خلاص؟ طبعا في تفاصيل كتير قوي ما قلتهاش، في انواع كتير للشيلرات، في اير كول شيلر ووتر كول شيلر، يعني في تفاصيل كتير قوي، بس ايه؟ انا قلت اديك بس فكره عامه عن المشروع ككل بيبقى عامل ازاي، بعد كده تبقى انت فاهم الكونسيبت ده، بعد كده بقى بقيه التفاصيل تبقى ايه؟ تتعلمها او تاخدها في وقت تاني. شوف ايه بتبرد المايه في الايه؟ ايه بتبرد المايه في الشيلر؟ ما احنا قلنا الشيلر ده فيه ايفابوريتر، الفريون، الفريون بيبرد المايه. المايه تروح تبرد الهوس، يبقى انت بس عملت فصل ما بين الايه؟ الفريون والهوس، اللي هو الوسيط اللي في النص هو المايه. ليه عملت كده؟ عشان مش منطقي ان انت تمشي الفريون في الايه؟ في السايكل كلها او في المبنى كله، فبتمشيه في حته واحده بس، بتاخد بقى المايه الساعه دي هي اللي بتمشيها في الايه؟ طيب، في مشكله في الكلام ده؟ طيب، حد عاوز يسال اي حاجه في السيستم بتاع التكييف او المشاريع والحاجات دي قبل ما اخش على الكلام بتاع الفرنسايزنج؟